أمسية سعيدة كما وعدناكم السنة الماضية في إطار الدورة الرابعة لمهرجان يوم المهاجر. هذه السنة مع الدورة الخامسة نلتقي مجددا في سهرة كبرى مع فنانين من مختلف المجالات الشعبية والتراثية الثقافية وأيضا الشبابية، ولكن هذه السنة بنكهة خاصة بمشاركة فنانين من شبابنا في بلاد المهجر في إيطاليا وفي سويسرا، وسنتمتع معهم بليلة جميلة صيفية من ليالي أكادير الجميلة التي نحمد الله على سلامتها وأيضا على هذه اللحظة الجميلة التي سنقضيها جميعا. التجربة ديالي الموسيقية في المهجر هو أنني كأي فنان اللي كيبدا الطريق ديالو في أي بلاد كيتعذب شوية كيخدم على راسه، وأنا قريت تما هادشي. ومن بعد كانت واحد السهرة اللي دخلت فيها غير على غفلة وغنيت، وناس نصحتني باش ندير الأغاني ديالي وخدمت عليهم، ومن بعد كتبت الكلمات ديالي وبديت كنخرج الأغاني ديالي بالشوية، والحمد لله لقوا إعجاب عند السويسريين وعند المغاربة اللي كاينين في المهجر والمغاربة داخل المغرب. الحركة ديالي جاتني الدعوة من جمعية من قرية المهاجر، وعجبني الحال بزاف حيت كنت مشوقة ديجا لأكادير نشوفها، وكان الأمنية ديالي نفرح مع المغاربة قبل ما يخرج الألبوم كامل، وتحقق لي هذا الحلم هو أن المغاربة بغيت هما الأولين ندير معاهم سهرة كبيرة. Oh,
انكم تواجد مع جمهور اكادير وحتى الناس اللي توافدوا بمدينه اكادير بمناسبه الاحتفال بالمهاجر. هذا شيء جميل لما التفتوا لهذا خوتنا وحبابنا اللي عايشين اكيد بالمهجر اللي كيستحقوا منا كل التقدير وكل الاحترام لانه هما المرآة ديالنا، هما الواجهه ديالنا، هما سفراء ديالنا كثقافه كفن كمغاربه جميعا. فشكرا لكم جميعا الصحفيين الاعلاميين المثقفين الحضور، شكرا للجنه المنظمه اللي قامت بواحد المجهود جبار على احياء الحفل الجميع مع الساكنه، وخصوصا انه كي تتزامن مع عده مناسبات سعيده من بينها عيد العرش المجيد، من بينها ايضا كما قلنا الصيف اللي اكيد كيعرف في بلادنا مجموعه ديال المحافل وديال المهرجانات. فشكرا جزيلا لكم كاملين، يعطيكم الصحه.